قال الله تعالى في سورة الكهف بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. فما هو المقصود بثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا؟ ابن كثير في تفسيره قال: هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقدار 390 سنة، أي 390 سنة إذا حسبناها بالسنة الهلالية أو السنة القمرية، وتعد نفسها هي 300 سنين بالسنة الشمسية. فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة قمرية هو 3 سنوات إلى السنة الشمسية، بمعنى أنه كل 100 سنة شمسية تقابلها 103 سنوات قمرية. ومنه الحساب يقول 300 سنين ميلادية أو شمسية تقابلها 309 سنوات زائدة في السنة الهجرية أو السنة القمرية. هذا ما يثبت الإعجاز اللغوي والإعجاز العددي في القرآن الكريم. سبحان الله.